حنتابع صباح اليوم ومع معايدتنا هالمعايدة هالمرة من بونيتا سعادة. صباح الخير لمشاهدي الجديد، لكل لبناني ولكل مواطن ولكل شخص مؤمن. إنكم تفائلوا بالخير تجدوه، ويكون عندكم إيمان بهالوطن للجنراسيون الجديدة لأولادكم. نحن مش لازم نيأس، لازم نعطي الأمل والتفاؤل، لأنه بعد بكير أنه نيأسوا الأولاد. بتمنى لكم الصحة أهم شيء، وتضلكم حد عيالكم، وعيالكم يضلوا لألكم، وتعيشوا يوم بيومه وتكونوا مبسوطين ومتفائلين. ولكل الفانز اللي بحبوني، دعمكم ومحبتكم هي الأساس.